الأمرار وشوف أنا عندي قد إيه. قولي كده بقى. في البطالة. يا ست الفلوس. أها قالت لك. في البطالة. في البطالة. ربنا يديك زي طول عمرك. يديك طول عمرك يطلع منك ويجعلها سنة مبروكة عليك أنت عبد الحق تسيسة. لا يعني بتاخدوا المسيح ولا بتاخدوا بس احنا عايزين تعرفي تشغلي ايدي في حاجة تكوني ماهرة فيها تعرفي؟ انت عندك كم سنة؟ 16. طيب انت خلاص داخلة بقى ممكن تبنتي بعد سنة ولا اتنين مسؤولة عن الأسرة دي كلها لو عملتي حتى مشروع صغير. انا ممكن اشتغل. تمام. لا احنا عايزين ايه؟ نعمل مشروع ليكي انت ووالدتك، ووالدتك بقى تشرف عليكم انتوا الاثنين.